سلمى، ولحتى نتعرف أكثر عن ملتقى الفنون الرابع للأطفال برعاية منظمة طلائع البعث وأنشطته اللي تضمنها هذا العام، بصيرنا نرحب بالرفيق هيثم أبو مغضب، رئيس مكتب الفنون الجميلة بالمنظمة وعضو قيادة في فرع طلائع البعث، والست ازدهار سويري عضو قيادة فرع طلائع البعث. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. بالبدايه خلينا نحكي عن النشاط اللي كان مؤخرا مع الاطفال، اهميه هذا النشاط، وهل هو رح يكون دائم فينا نقول ولا الى اوقات معينه من السنه؟ بدايه الرحمه لشهدائنا الابرار والشفاء العاجل لجرحانا والنصر لسوريا جيشا وشعبا وقائدا. هذا هو الملتقى الرابع لفنون الأطفال الذي أطلقته المنظمة منذ 4 سنوات، واليوم هذا الملتقى يأتي تجسيدا لقول السيد الرئيس: علينا أن نبرز لدى أطفالنا روح التجديد والإبداع تحت عنوان قيم الفن والجمال تنتصر على الإرهاب والدمار. انطلاقا من الدور الوطني الاجتماعي التربوي لمنظمة طلائع البعث في تحصين جيل، رأت المنظمة أن فنون الأطفال يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في تحصين هذا الجيل وفي تنمية إبداعاتهم، تنمية شخصية الطفل من كافة جوانبها النفسية والوجدانية والمهاراتية والمعرفية، كل هذه الجوانب لابد أن تسهم فيها فنون الأطفال إسهاما كبيرا لتنمية هذه الجوانب، تعزيز خلينا نقول ثقافة الطفل، تعزيز القيم الوطنية، بناء منظومة القيم الوطنية لدى أطفالنا، التمسك بالثوابت الوطنية. يمكن لمسناه منذ الطفولة، كان لمنظمة طلائع البعث دور كبير بمرحلة طفولتنا كلياتنا من خلال النشاطات والفعاليات اللي كانت قيمة بشكل مستمر. قديش مهم فعلا اليوم بظل الأزمة وبظل الحرب اللي عم نعيشها، قديش مهم تفعيل هاي النشاطات للمنظمة لأطفالنا اليوم. مثل ما قلت يمكن عنوان الملتقى كان ملفت ومهم. نعم، الإرهاب هو فكر تكفيري، لا بد أن يجابه بفكر تنويري، لا بد أن نعتني بأطفالنا. ومن هنا انطلقت المنظمة من دورها التشاركي مع كافة الجهات المعنية بثقافة وفن الطفل من أجل الارتقاء بأطفالنا، تعزيز الوعي لدى أطفالنا، تحصين أطفالنا فكريا وثقافيا، غرس القيم الوطنية في نفوس أطفالنا، التمسك بالثوابت الوطنية، قدسية العلم، تمجيد وتقديس الشهداء، الاعتزاز بتضحيات جيشنا العربي السوري وبانتصاراته في كل المواقع. فهذه هي، وعبرت رسوم الأطفال كما شاهدتم وأعمالهم الإبداعية بكل فخر واعتزاز عن كل هذه القضايا. أكيد. لهيك بدي أسألك رفيقة ازدهار، عن كيف شفتي المواهب الأطفال اللي كانت مشاركة وكيف اشتغلتوا عليهم؟ يعني مثل ما شفنا كمان بالتقرير الأستاذ موفق مخول هو معروف نشاطاته بالفنون التطبيقية وتدريسه للأطفال، نحكي عن هذا الموضوع. يسعد صباحكم، صباح سوريا الحبيبة. يسعد صباح. نحن أطفالنا طبعا ترعاهم منظمة طلائع البعث. بس معلي البعث. صوت شوي بس لا. أطفالنا نحن تحت رعاية منظمة طلائع البعث. نبدأ نحن من الصف الأول طبعا للصف السادس الرعاية من خلال الوحدات الطليعية المدارس. في عنا مناشط كثيرة ضمن الوحدات الطليعية، من ضمنها الفنون ومن ضمنها الموسيقى واختصاصات عديدة. الفنون الجميلة عندنا منشطي الفنون، مدرسي الفنون هن، نحن بنقول لهم منشطي الفنون، بيتابعوا أطفالنا من البداية. اكتشاف الموهبة بتبدأ من المدرسة من الصف، فتنميتها نحن من خلال المعارض، من خلال مشاركة أطفالنا بمسابقات. المنظمة تطلق مسابقات على مستوى المنظمة وعلى مستوى دولي، نحن قلنا مشاركات دولية، ولكن نطلق عليه اسم الرواد، يعني رواد طلائع البعث بجميع المجالات إن كان فن. تمام. هلا مسابقاتنا نحن غير مسابقات اللوحات، في لوحات جماعية في لوحات إفرادية، هي دولية بالتشارك مع دول أخرى وبيفوزوا أطفالنا فيها، غير مسابقات الرواد. نحن مسابقات الرواد هي نتاج عام كامل من التدريب وتنمية الموهبة لأطفالنا. بتيجي مسابقات الرواد هي تتويج لهذه النشاطات، بتكون المسابقات على مستوى الوحدات الطليعية، على مستوى المنطقة، على مستوى الفرع، ثم على مستوى القطر. بالنهاية الفائز يكرم طبعا
على مستوى الفرع وعلى مستوى القطر وعلى مستوى المنطقة بيكون تكريم بالتدريج. فهذه المواهب يبدأ صقلها بالمدارس الوحدات الطليعية. طبعا نحن من خلال مشرفي الفنون نحن كان معنا هذا العام شاهدت الملتقى الرابع للفنون، هو رابع كان الأول والثاني والثالث والرابع، هذا رابع ملتقى ملتقى الفنون على مستوى فرع دمشق. هو يقام هذا الملتقى على مستوى جميع الفروع على مستوى سوريا في أوقات تحدد يعني مختلفة. فكان ملتقانا البارحة انطلق هذا الملتقى من خلال ورشات عمل للأطفال، أطفال موهوبين وأطفال رواد، ليس فقط الأطفال الرواد. عندنا رواد فائزين على مستوى الفرع والقطر، لا نشارك نحن جميع الأطفال الموهوبين، لا يقتصر على فقط الرواد. يأتون إلينا بأعمال جميلة نشاركهم بالمعارض، توضع لوحات اسمية على كل لوحة حتى يشعر الطفل بأنه أخذ حقه من التكريم في تنمية موهبته. نحن بنحب ننمي موهبته الاجتماعية والوطنية، والوطنية قبل أي شيء. وهي نقطة مهمة، لهيك بدي أسألكم بالختام قديش مهم يمكن رعاية الأطفال وصقل مواهبهم من خلال هذه المنظمة والتشاركية مع وزارة التربية. وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، نحن لنا مشاركات مع عدة وزارات والأهم هي وزارة التربية. طبعا نحن وزارة التربية نعتبر بالنسبة للطفل واحد، المنظمة وزارة التربية هي واحد، بالنهاية هدفنا هو تنمية الموهبة، تنمية الروح الوطنية، الحس الوطني لدى الطفل وخاصة في هذه الظروف، ونقل الطفل من الحالة النفسية التي كانت وجدت لفترة ما إلى حالة، إلى روح الحياة، إلى نقله إلى الحياة والإبداع. حتى أعمال الإرهاب والأعمال التي تشوه الجمال حاولنا أن ننتقل بالطفل إلى أعمال جميلة، إلى أعمال فرحة في هذه. أكيد رفيق هيثم، قبل ما نختم شو بتحب توجه كلمة أخيرة عبر شاشتنا؟ بكل تأكيد إذا كان شعارنا اليوم هو إعادة الإعمار، من السهل إعمار الحجر، من السهل استنبات والشجر، لكن إعادة إعمار النفوس البشرية تحتاج إلى جهد كبير جدا، يجب تضافر كافة الجهود، كافة الجهات في يعني تنشئة هذا الطفل التنشئة الوطنية لكي يكون مواطنا صالحا. نعتز ونفخر برفاقنا المشرفين في كل المواقع، ونأمل أن يبذلوا قصارى جهدهم في الارتقاء بمستوى أطفالنا، في تعزيز شخصية الطفل، في تعزيز ثقافة الطفل، في يعني تعويد الطفل على تحمل المسؤولية، على الجرأة، على الثقة بالنفس، في إخراج بعض أطفالنا من دائرة الاضطرابات النفسية، من دائرة ما عاشه خلال هذه الأزمة، من خلال هذه الحرب الظالمة التي شنت على سوريا أرضا وشعبا وقائدا. هذا الدور عم تقوم فيه منظمة طلائع البعث. نعم، أكيد نتشكركم. نهيب بمشرفينا اليوم يعني بذل جهود أكثر لي يعني الارتقاء بأطفالنا. أكيد بدنا نتشكرك سيد هيثم أبو غضب والست ازدهار سويري على وجودكم معنا، وهذا الدور مثل ما قلنا منظمة طلائع البعث عم تقوم فيه منذ سنوات ليوم مستمرة فيه، فشكرا على الجهود المضاعفة والمسؤولية الكبيرة اللي عم تقوموا فيها. شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا. شكرا لكم، شكرا لوجودكم اليوم. أما الآن